الرحمن الرحيم. معكم المعلمة كاتيا الحلبي ضمن سلسلة برنامج التعليم عن بعد المؤقت مادة اللغة الإنجليزية الصف الروضة الثالثة. تاريخ اليوم الثلاثاء 9 آذار 2021. بسم الله نبدأ. Okay students, so day تبعنا لليوم Tuesday 9 March 2021. Okay, title تبعنا لليوم High Frequency Word The. Okay, رح نتعلم High Frequency Word جديدة اسمها The. رح نتعرف عليها هلأ مع بعض. بس يا مس, before we start you have to review. ما هيك؟ بدنا نراجع كل ال High Frequency Words اللي أخذناهم. يلا, we will start in this word I. What is this word? I, yes, I. شو يعني I? أنا, صح؟ يلا. See, see, see. يلا, did you remember? See يعني أرى. يلا. Can, can يعني أستطيع. And, إن and هي و. ما هيك يا مس؟ Then, آخر كلمة تعلمناها اسمها أم. ما هيك يا مس؟ أم يعني أكون, وما فيني استعمل أم إلا ما حط شو I قبلها. ما هيك يا مس؟ تتذكروا ما فينا نقول إلا I am. أوكي, يلا. Now يا مس رح نتعلم word جديدة. شو هي الword؟ You have to see this video. أوكي, and then منشوف هيدا الفيديو يا مس, وبعدين منشوف مع بعض الورد الجديد اللي بدنا ناخدها. يلا اسمع هيدا السونج. Okay, Miss. So now, رح نتعرف مع بعض على ال word الجديدة. ال word يا مس اللي رح نتعرف عليها هي the. Okay. الفيديو يا مس I will send for you on the WhatsApp. Okay. رح أبعث لكم إياه على الواتساب نشوفه مع بعض. بس هلا يا مس خلينا لكن نتعرف على ال word الجديدة تبعتنا لليوم. هي word the. Okay, يا مس. لما ابعث لكم الفيديو يا مس رح تشوفوا انه the word the هي نحن بنستعملها يا مس لحتى نعرف عن الشيء. اوكي يا مس, so this word is very important. اوكي, هيدي الورد كثير كثير مهمه نحن بنستعملها يا مس لنحطها قبل اي كلمه. اوكي, so the apple, the teacher. Okay, so I have to put the before any word I have to say. Okay, لازم أنا الword the يمس حطها قبل أي كلمة أنا بدي أقولها. Okay, so the word the is very important. So the, okay, يلا spell with me يمس the, the. Okay, not the, the. Okay, so T-H-E, the. Okay, يمس. So the word that is very important. So بحطها قبل أي كلمة. The teacher, the classroom, the apple, the orange. Okay, so the word that is very important. يمس كتير مهمة وبستعملها بكل الwords أو بكل ال sentences اللي أنا بستعملهم. Okay, يمس. So the high frequency word الجديدة تبعتنا لليوم هي word the. Okay, word the. الفيديو يا مس I will send for you on the WhatsApp. Okay, رح أبعث لكم إياه على الواتساب. Okay يا مس, no problem. يلا هون في عنا exercise. شو عم بيقولوا لي؟ I circle the word the. يلا طلع منيح, صرنا نعرف في الورد the كيف تنكتب T-H-E. Okay, يلا خلينا ناخذ معنا هلا في معنا words, بس بدي أحول الورد the. يلا هيدي هيدي the word the. The, no. هيدي سي بحط لها سيركل؟ نو يا مس, هن طالبين مني بس حط سيركل على ذا. هيدي ذا وورد ذا؟ يس تي اتش اي هيدي الوورد ذا, سو بحط لها سيركل يا مس. خلينا ناخذ وورد ثالثة, هيدي الوورد ذا يا مس؟ يس تي اتش اي هيدي وورد ذا. اوكي, سو اي هاف تو بوت سيركل اون ذا وورد. هيدي
word the. No, هيدي word كان يا مس. كان يعني أستطيع. So ما بحط الله. هيدي word the يا مس. Yes, هيدي word the. THE. So I have to put circle on the word. Now يا مس عملنا circle على word the. Now خلينا نقول الهومورك تبعنا. Do page 63 on the workbook. اعملوا صفحة, حلوا صفحة 63 على الworkbook تبعنا. And write the word the on your copybook. منا صعبة أبدا يا مس. نحنا letter T اخدينه, letter H اخدينه, letter E. So easy, okay? So بنكتب the على الكوبي بوك تبعنا وبتبعتوا لي الهومورك, okay? And thank you.